الهدف من هذه الاتفاقية هو التكفل بصحة المرأة الحامل وكذلك مولودها من أجل توفير شروط صحية ملائمة تصون كرامة المرأة الحامل، تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، وبالتالي المساهمة في ترقية صحة المرأة وطفلها. من بين الشروط الهامة جدا هو توفر الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، الطبيب المختص في أمراض الأطفال من أجل معاينة المولود آنيا بعد الولادة من الإطمئنان على صحته، وكذلك القابلات وغيرهم من الممارسين الشبه الطبيين. عندنا بالنسبة لي عندنا 28 عيادة تم إبرام الاتفاق معها من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية العمال الأجراء وكذلك الغير أجراء اللي هم ما يعرفون بكناس كازنوس. بالنسبة للولايات التي تم التغطية فيها هي 23 ولاية. بالنسبة للعيادات اللي راهي في قيد الدراسة ونذكر منها فيها عيادتين اللي راهي واجدة باش يجي الممثل تاع العيادة باش يبرم الاتفاقية فيها اثنين، هناك 29 عيادة في قيد الدراسة. الإقبال إلى حد اليوم من 14 مي إلى غاية اليوم يعني أكثر من 90 يوم سجلنا 5881 طالب تم التكفل به، يعني نسبة الولادات الحقيقية اللي يعني وقعوا في الواقع يعني هما بالنسبة 2681 ولادة. المرأة الحامل تتقدم عندها يعني مكانين تقدر تروح لهيئة الضمان الاجتماعي وتتقدم بطلب مباشرة، كما عندها الحرية في التوجه مباشرة للعيادة اللي هي تشوفها ملائمة لها وهي اللي عندها الحق باش تخيرها يعني بكل إرياحية وتتقدم بالطلب تاعها، بشرط لازم توفر فيها شروط وهي أنه لازم تكون عندها الأحقية في الأداءات اللي هي وثيقة، حاليا ما نشن نطلبوا فيها كوثيقة ورقية وإنما هي رقمية حاليا. أن المرأة الحامل تتقدم إلى العيادة المتعاقدة في الشهر الذي يسبق اليوم المرتقب للولادة مرفوقة بتقرير طبي من طرف الطبيب المعالج اللي راح يحدد فيه نوعية الولادة وكذلك تاريخ يوم الولادة، يعني مرفوقة ببطاقة شفاء. بالنسبة للولادات فيها أصناف، يعني هناك ولادة طبيعية بحيث من بين المبالغ الجزء فيها هي 25,000 دينار، هناك ولادات طبيعية اللي تتطلب يعني نوع من مثلا اللي ما يسموها في الطب لابيريدورال فيها زيادة بالنسبة لي 30,000 دينار، بالنسبة للبيزيوتومي يعني وين تكون فيها يعني عسر في الولادة الطبيعية لازم تدخل الطاقم الطبي من أجل يعني تسهيل عملية الولادة، كذلك أخذنا بعين الاعتبار هذا الشيء. بالنسبة للمرأة اللي عندها يعني تولد مولودين في نفس الوقت كذلك الصندوق صناديق الضمان الاجتماعي أخذت بعين الاعتبار هذا الشيء بحيث التكلفة تكون 45,000 دينار لما يسموها حاليا لاغروساس جيميليا. بالنسبة للولادات القيصرية سامبل سي لا سيزاريان سامبل 50,000 دينار اللي فيها المرأة أول مرة تدير فيها عملية قيصرية. بالنسبة للمرأة اللي عندها عملية قيصرية يعني كذلك ثانية ولا نفس الشيء 50,000 دينار، وبالنسبة للمرأة الحامل اللي العملية اللي الولادة تاعها تطلب عملية قيصرية وعندها مثلا أمراض مزمنة معها من بينها مثلا داء السكري ولا ارتفاع ضغط الدم وغيرها، حيث هيئة الضمان الاجتماعي أخذت بعين الاعتبار وتكون العملية القيصرية بنسبة تسعيرها 60,000 دينار. والمادة رقم 3 من هذا المرسوم التنفيذي تأكد بلي أنه نسبة التكفل هي 100%.